أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن من شيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ذلك غدا إلا أن يشاء الله إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت اللهم صل عليه لا إله إلا الله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ولا تقولن لشيء إني فاعل
الشهداء. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إلا أن يشاء واذكر ربك إذا نسيت تعملش صوت وتسكت سمعت كده وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما
لهم من دوني من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. لا اله الا الله. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا. قل الله أعلم بما لبثوا. قل الله أعلم بما لبثوا. له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا
مبدل لكلماته. صلوا على حضرة سيدنا النبي. ان شاء الله. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر 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 نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. واصبر 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 نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع Yeah.
اللهم صل عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا دكتور عبد الناصر على الدكتور اللي تدعينا واحد اللي تدعينا يا دكتور عبد الناصر على واحد هو يا عدى هو ايه هو يا عدى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الشراب وساءت مرتفقا تقول لك اسكت صوتك خلاص لو علو ولا تطلع تطلع دي تلا لا محمد محمد يا ابني ما كملناش الكلام تلا خلاص ان الذين وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا الله
الشُّبُهَاتِ يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من اللهم صل على سيدنا النبي الصلاه والسلام. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب الله
بلغنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. والله ربنا يجازيك خير عشان انت بتقرا القران من القلب. يصلح لك يا رب. ربنا يفتح عليك ان شاء الله. وكان له ثمر كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه قال ما
ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا أشرك بربي أحدا. لكن هو الله ربي ولا
ربه فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا علم إذاعة القرآن الكريم ملك المقامات ومحرك القلوب فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق. وكانت هذه التلاوة في ليلة تكريم المغفور لها بإذن الله تعالى حرم الحاج بكر أبو العزم والدة المعلم عاطف بكر أبو العزم والمعلم عيد بكر أبو العزم والمعلم صالح بكر أبو العزم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل ثواب هذه التلاوة في ميزان حسنات من كانت لأجلها وبسببها، وأن يكون القرآن الكريم خير جليس وأنيس لها في قبرها وخير شافع ومشفع لها يوم العرض على الله. اللهم آمين يا رب العالمين. كانت هذه التلاوة عبر مكبرات الصوت وعالم الإنارة والإضاءة الحديثة كهرباء وصوت الحاج مجدي حرك، إدارة هاني مجدي حرك، محمد مجدي حرك، من كبرى قصور الفراشة فراشة الحاج محمد مسلم، إدارة المعلم نبيل مسلم، شرفنا بالخدمة الفندقية إدارة المتر محمد رمضان، وحفظ هذه التلاوة بكاميرا التصوير مهندس رضا درويش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للفقيدة ويرحمها رحمة واسعة، وأن يحشرها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها واحشرها في معية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسقها من يده الشريفة شربة لا تظمع بعدها أبدا، وأوردها حوضه صلى الله عليه وسلم، واجعلها في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر اللهم لنا ولها ولموتى المسلمين أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر اللهم لنا ولها يا أكرم الأكرمين.